هولندا معروفة بطواحين الهواء، لكن ما يهمنا هنا هو نظام التعليم الهولندي وأسباب نجاحه. إننا في نيمير، مدينة عدد سكانها حوالي 200,000 نسمة. سنتوجه لمنطقة فيها جميع الأعراق والمستويات الاجتماعية، وسنقوم بزيارة المدرسة الابتدائية الطاحونة، اسم اختاره الأطفال. أولياء الأمور معجبون بأساليب التدريس فيها. قبل التسجيل زرنا المدرسة. طفل في العاشرة من العمر أدى هذه المهمة، كان فخوراً بتقديم مدرسته. اندهشنا، هنا الأطفال يتعلمون تقديم أنفسهم، إنهم لا يتعلمون فقط بل ويطورون أنفسهم أيضاً. من مميزات النظام التعليمي الهولندي، المدرسة الابتدائية تستقبل الأطفال حين يبلغون الرابعة من العمر. هذه المدرسة تقترح عليهم اختيار المادة التدريسية. في هذا الصف تم اختيار الرياضيات. طريقة تدريسها مستوحاة من الحياة العملية. مشابك الغسيل المفقودة تتيح فهم مبدأ الطرح. ما هو النهج التعليمي المتبع هنا؟ مدير المدرسة يجيب قائلاً: التفكير النقدي هو أحد المبادئ الأساسية، لكن الأهم بالنسبة لنا هو العمل معاً، أي أن الأمر يتعلق بتحمل المسؤوليات. أنا مسؤول عن هذه المدرسة، والأطفال مسؤولون أيضاً عن أفكارهم التي ينقلونها والتي تعد مهمة بالنسبة لهم. اليوم مجلس إدارة المدرسة يناقش كيفية إحداث بعض التغييرات الدراسية بمشاركة التلاميذ من مختلف الفئات العمرية لاتخاذ القرارات. من الجيد أن تكون لنا كلمتنا للتعبير عن رغباتنا. الكثير من الأطفال يريدون المشاركة في مجلس المدرسة أيضاً. إننا نناقش كل احتياجات المدرسة. حين جئت إلى هذه المدرسة الأمر كان مختلفاً. لاحظت الكثير من التغييرات، لكن اليوم المدرسة أصبحت أفضل بكثير، لأن فئة عمرية مختلفة تلعب معاً. الكبير يساعد الصغير، إننا نتحمل المسؤولية، وهذا أمر جيد. مدينة نيمير تدار من قبل ائتلاف يساري في هولندا. الآباء يتمتعون بحرية اختيار المدرسة التي يريدونها للأطفال، بيد أن هنا تسعى البلدية للحد من هذا الاختيار. المشكلة هي أن بعض المدارس فيها الكثير من أطفال الأسر المحرومة، يطلق عليها اسم المدارس السوداء، لأن معظمهم ينحدرون من عائلات مهاجرة. أولياء الأمور الأفضل حالاً يسجلون أولادهم في مدارس أخرى، أي أنهم هربوا من منطقتهم. إذا لدينا مدارس ضعيفة ومدارس قوية. الحل الذي وجدناه هو اختلاط السكان في هذه المدارس. الآن سنتوجه إلى كوليج كاندينسكي، مدرسة عادية فيها عدد كبير جداً من الفروع المهنية والعامة. من بين الطلاب إكران، 17 عاماً، جاءت من الصومال قبل 10 سنوات. تعاني من صعوبات في بعض المواد، تعمل كثيراً، لكنها تعرف أيضاً أنها تستطيع الاعتماد على دعم المعلمين. نحصل على مساعدة إضافية من المدرسين. أنا ضعيفة في اللغة الهولندية واللغات بشكل عام. هنا كل المعلمين يعرفون المواد التي أعاني منها والمواد التي أجدها. إنهم يعملون على تقدمي في جميعها. نرافق إكرام في درس اللغة الهولندية. هنا المدرس يبدأ ببعض النكات ولعبة لكتابة نص بأسرع وقت ممكن. يتحرك في الصف ويكيف أسئلته وفقاً للطلاب. يعرف الملف الشخصي والظروف الأسرية لكل طالب. طريقة التدريس هذه تفسر جزئياً نجاح نموذج التعليم الهولندي. هنا الأمور تسير بهدوء. الطريقة هي غياب التسلسل الهرمي. لا توجد مسافة كبيرة بين الطلاب والمعلمين. الأولوية لانفتاح الذهن. الطلاب لا يخافون من طرح الأسئلة. النظام الهولندي يعطي الأولوية أيضاً لتدريب الهيئة التدريسية. اليوم مدرسة كاندينسكي دعت معلمي المدارس الابتدائية للاطلاع على النهج الأمريكي المتعلق بدعم السلوكيات الإيجابية. المبدأ هو التأكيد على ما هو جيد في كل طفل.
غريتشين غونراد أمريكية قبل أن تنتقل إلى هولندا كانت مدرسة للغة الإنجليزية في فرنسا. إنها تتحدث عن نظام فرنسي نخبوي يستند إلى العقوبات. في فرنسا نقدم المعلومات للأطفال لغاية الإشباع، عليهم الحفظ عن ظهر قلب. المعلمون يكتبون الكثير من الأشياء على اللوحة وعلى الطلاب كتابتها. الكتابة اليدوية أهم من معنى النص، لكن هنا نعلم الأطفال التفكير بمفردهم. في هولندا لا نسمح لأنفسنا أن نقول أنت غبي. في هذه المدرسة نركز على ما هو إيجابي، نحاول تشجيع الطلاب وليس معاقبتهم. في نهاية هذه الدورات سألنا أكران كيف نستطيع أن نمنح فرصة لكل طفل؟ يجب عدم التخلي عن الأطفال حين نقول لهم إنكم غير قادرين أو حين يحصلون على نتائج سيئة، مع أنهم يبذلون جهداً ليتعلموا. هذا الأسلوب غير نافع، يجب الاهتمام بهم وفتح مجال التعلم والمحاولة. أكران هي أيضاً تحاول مواصلة الطريق، تأمل أن تنجح وتدخل الجامعة، تحلم بأن تصبح طبيبة.